شبكة الفارس الإعلامية. معي هنا الأستاذة أروى الدوسري، مديرة جمعية الإعاقة السمعية بالمنطقة الشرقية. حياك الله معنا أختار، وتشرفنا بحضورك على شبكة الفارس. هلا ومرحبا، الله يحييكم وشكر لكم أنكم راعي إعلامي للفعالية، الله يعطيكم العافية وشكرا لحضوركم. أستاذة أروى، اليوم طبعا ملتقى الأصم 48 والمستمر لمدة 3 أيام، كيف شفتي أول يوم في مسرح أمانة المنطقة الشرقية؟ يا رب لك الحمد والشكر. الملتقى يقام سنويا، هو للصم وضعاف السمع. الحمد لله لقيت اليوم إقبال كبير من المجتمع ومن الإعلاميين، ومن الحمد لله يا رب كل الناس حضروا وغطوا التغطية الإعلامية والإسنابيين، كان فيه اهتمام كبير من المجتمع، وهذا الشيء فرح الصراحة الجمعية وفرح الصم وضعاف السمع. أستاذة أروى، هل ممكن نشوف ملتقيات قادمة للجمعية الإعاقة السمعية في المنطقة الشرقية أو فعاليات قادمة للجمعية؟ أكيد بإذن الله، إن شاء الله نستمر دائما بالفعاليات. طبعا هذا الملتقى اليوم الأول، في عندنا يومين بتكون في الراشد يوم الخميس والجمعة إن شاء الله القادم، بيكون في أركان جهات مشاركة معنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وفي نفس الوقت بيكون عندنا أركان تفاعلية للأطفال. أستاذة أروى الدوسري، رئيسة جمعية الإعاقة السمعية، شكرا جزيلا لك. العفو أبد، نورتونا، شكرا. حياكم الله، ما زالت التغطية وتغطية شبكة الفارس مستمرة في ملتقى الأصم 48. معي هنا أحد ضيوف ملتقى الأصم 48، الأستاذة بشرى الزاهر، أخصائي نفسي وماجستير علم نفس إكلينيكي. حياك الله معنا أستاذة بشرى، شرفتينا اليوم. الله يحييك ويسعدك يا رب. أنت حضرتي اليوم وقدمتي محاضرة، كيف شفتي الملتقى بأول أيام؟ والله أنا مرة يسعدني أني أشارك في هذا الملتقى، يعني مجتمع الصم مجتمع يحتاج أنه الناس تسلط الضوء عليه، يحتاج اهتمام أكبر. هو الملتقى 48، أنا أول مرة أحضر الملتقى هذا، فأتوقع أنه التغطية الإعلامية بتسوي دور كبير في أنه الناس تهتم بهذه الفئة أكثر، وبتعطيهم فرص حتى في الوظائف والأشياء الثانية. التنظيم كان مرة حلو، أستاذة أروى ما قصرت معنا، وفرت لنا كل الأشياء اللي نحتاجها، وأنا أشكرها وأشكر الناس القائمين على هذا الملتقى على دعمهم، وإن شاء الله أشاركهم في ملتقيات ثانية سنوات قادمة. أستاذة بشرى الزاهر، شكرا جزيلا. يعطيك العافية. حياكم الله، وما زالت التغطية مستمرة هنا في ملتقى الأصم. معي هنا الدكتورة دارين خليفات، أستاذ مساعد في كلية التربية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وباحثة في مجال الإعاقة السمعية. حياك الله دكتورة دارين، شرفنا بحضورك اليوم في الملتقى. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. دكتورة، كيف شفتي الملتقى بحكم أنه أنت اليوم قدمتي دورة لمدة ربع ساعة عن المجال الإعاقة السمعية، كيف شفتي الملتقى في أول أيام ملتقى الأصم 48؟ يعني كمان صراحة الملتقى كان كتير جميل، والفعالية كتير حلوة، والحضور كتير رائعين ومتفاعلين. يعني عادة كل سنة بيصير هذا الملتقى في عدة أماكن، في الجمعية بتكون حريصة جدا إنها تعمله كل سنة، لأنه بتعرفه هو أصلا أسبوع سنوي، فهذا الإيفنت يحتفل فيه عالميا بالوطن العربي، في أسبوع خاص للإعاقة السمعية، أسبوع الأشخاص الصم بالوطن العربي، وفي بشكل عام للعالم، لكن إحنا بنحتفل فيه في آخر شهر 4 سنويا. الجمعية حريصة على إنه كل سنة نعمل هذا الإيفنت. السنة الماضية للأسف كان عبر الزوم، وكان جميل فعلا، وكان في تفاعل مع الناس، بس لما يكون مقابلة يعني هيك وجها لوجه بتحس التفاعل أفضل، بتحس الناس كيف إنها عم تندمج معك، كيف تتفاعل مع المحاضرة أو الشيء اللي أنت عم تحكي فيه، فهذا الشيء بيسعدنا إحنا كمحاضرين أو كناس عم تعطي محاضرة، بيسعدني أكثر إني أشوف الناس استيعابها لإلي وردة فعلها لإلي، كيف هم فاهمين المعلومة أو كيف هم تقبلوا هاي المعلومة، كيف تأثروا فيها، فأنا هذا التأثير كتير حبيته اليوم، كتير عجبني، والناس كانوا كتير رائعين، وشكراً كتير كتير للجمعية اللي بتنظم هذا الحفل سنوياً، وإن شاء الله يا رب على طول نكون في حفل زي هذا ونحضره كلياتنا ونبسط فيه. دكتورة دارين خليفات، شكراً جزيلاً لك. عفو، أهلاً وسهلاً.
لكن لو حولنا وقلبنا اليد صار رقم واحد. يعني مثلا لو أنا اسمي بدر أقول باء داء راء، لكن لو قلبتها صارت واحد دقيقة في الشهر، وهي كلها إشارة واحدة أساسا. لكن وش الخطأ اللي أنا ارتكبته؟ إني بدأ ما أقول باء قلبت اليد صارت واحد، فبالتالي هذا رقم وهذا حرف. طيب وش الأميز إني أنا أتعلم لغة الإشارة؟ أروح أدخل دورة تأسيسية في لغة الإشارة وبعدها أخالط الصم. ليش أخالط الصم؟ عشان أخذ الشيء الصحيح في لغة الإشارة. هل المترجم كافي إنه بيساعدني؟ لا، المترجم ممكن يعطيك طرق أساليب الإشارة، هذه صح ما هي صح، تاريخ الإشارة، هذا لما أقول كيف الحال كذا ليش أقول كيف الحال، لما أنا أقول شكرا ليش أقول كذا شكرا. فبالتالي المترجم هذا يعطيك إياه، يعطيك شرحها، يعطيك مدلول الإشارة. ليش أنا أقول مثلا خايف كذا؟ ليش أقول خايف كذا؟ ليش؟ عشان مركب، مو الواحد ترجف رجلنا خلاص هي خوف. طيب السؤال الحين أنا بعطيكم إشارات، هذه إيش؟ كيفي. وطيب وهذا، يا سلام، هذول إشارات الصم يسوونها أساسا. فبالتالي يعني أساسا حنا عندنا لغة إشارة. السلام عليكم، حياكم الله. يقول هذا هو أسبوع الأصم 48، هي عبارة عن 48، هي كل سنة يكون فيه فعالية ولها رسالة ولها هدف، فهي هدفها أنه كلها نوعي المجتمع في جميع المجالات، مثلا عن الصم، وهذه السنة هذه تتكلم عن مثلا عن المحاضرات اللي هي البرامج لغة الإشارة، وهذه ورشة نتكلم فيها عن التقنيات، نتكلم عن كل ما يخص الخدمات اللي تقدم للصم يعني. فهذا الحمد لله يعني هذا كله نبين بس نوعي المجتمع عن من هو الأصم يعني. فبالتالي هذا هو هدفنا وهذه رسالتنا، انه نحاول نبين ممكن يكون في فرص وظيفية وفرص عمل للصم وغيرها، فمجالات مفتوحة يعني. وهذه السنة 48، ان شاء الله السنة الجاية 49 و50 بإذن الله يكون عندنا حنا هدف ان نوعي المجتمع. شكرا.